السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف ان بقالي فترة كبيرة غايب عنكم وبعتذر لكده. هنتكلم النهاردة عن ازاي تبقى مصور محترف هناك. اشوفكم بعد الانترو. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. معاكم خالد عبد الفتاح، مصور فوتوغرافي وفيديوغرافي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ونشغل الجرس وندي اللايك الجامد بتاعنا عشان نعرف. اسئله بتتكرر وبتتسال كتير عن ازاي بقيت مصور ناجح، وازاي بدات تصوير او بدات تصوير امتى، وبتستخدم برامج ايه، وايه المعدات اللي معاك وخلافه. معظم الاسئله بتبقى مفهومها غلط، يعني ممكن حد يكون شاف صوره عندي على الصفحه، التون بتاع الصوره عجبه، الستايل بتاع الصوره شده اكتر، فبيخش بيسالني هو التون او البريسيت اللي انت بتستخدمه على الصوره ده اجيبه منين او بتعمله ازاي. فدي اكبر غلطه، علشان كل مصور ليه تون او بريسيت مخصص هو بيشتغل بيه على حسب توزيع اضاءته، على حسب ان هو بيعالج الصورة على اختلاف الالوان والاضاءة. فبكده التون مش هيبقى ثابت معاك باختلاف الاضاءة والالوان، علشان من كل صورة بصورة الالوان والاضاءة هتبقى مختلفة. تاني سؤال بيتسأل، انت بتستخدم برنامج ايه علشان يطلع لك الصورة بالجودة دي، او انت بتعمل ايه عشان تطلع الصورة كده. هو الاساس مش في البرنامج، الاساس في التصوير نفسه. حد ممكن يقول لي انت معاك امكانيات ومعاك كاميرا بروفيشنال فهي اللي هتعمل معاك كده. احنا مش هننكر ان الامكانيات هتساعد في اننا نطلع صور حلوة، بس اهم حاجة التصوير، ان انت تبقى عندك خلفية عن التصوير، وكل الكلام ده انا هحكي فيه في الفيديو. واقول لك ان انت ممكن تقدر تصور بموبايل وهتطلع صورة حلوة، بس اهم من كده ان انت تشغل دماغك وتبقى درس الصورة قبل ما تصورها، علشان في الفاينل الاخير بتاع الصورة يبقى معاك كواليتي ويبقى معاك صورة قوية زي ما بتشوف في الصورة. والبرامج الا وهي بتساعد ان انت تحلل الصورة اكتر ما هي حلوة، بس اهم حاجة انك بتصور حلو، بتصور كويس، بتبقى دارس ان الصورة هتصورها ازاي. ودي شوية صور انا مصورها وعامل لها ايديت باللايت روم. وعلشان تبقى مصور ناجح لازم يكون عندك دافع، اهم حاجة الدافع، لو ما عندكش دافع مش تقدر تكمل. التصوير عموما فن زي اي فن، زي الرسم، زي التمثيل، زي الغنى، لازم تبقى حب الموضوع او متشجع له علشان تقدر تكمل فيه. يعني لو دخل الموضوع سبوبة او علشان تحط صورة وتاخد عليها لايك وكومنت وشير والكلام ده، وده اصلا ما بيحصلش، يبقى بلاش منه احسن، لانك هتيجي في فترة معينة وهتقول مش قادر اكمل لان انا مش حب الموضوع ده. فالاحسن لازم يكون عندك دافع قوي جدا علشان تقدر تكمل في مشوار التصوير. تاني حاجة ودي مهمة جدا بالنسبة لي، الدراسة. المصور الناجح والمحترف لازم يتوفر عنده ثلاث حاجات، الموهبة والدراسة والخبرة. واهم حاجة الدراسة طبعا علشان تقدر تنمي موهبتك وتكتسب خبرة اكتر واكتر مع الشغل. ثالث حاجة لازم نكون عارفين ايه هي اساسيات التصوير، وانا هسيب لكم لينك في الاي اللي هتظهر هنا او هنا، معرفش فين بالظبط بس هي هتظهر. رابع حاجة لازم يكون عندك معرفة بمعدات التصوير، وده هتعرفها من خلال الدراسة. خامس حاجة بقى حاول تخصص نفسك في نوع معين من التصوير، مش عيب انك تصور نوعين او ثلاثة، ولكن حاول ما تكترش عن كده. يعني انا مثلا بورتريه فوتوغرافر، ودي الحاجة اللي انا بحبها جدا ومتمكن فيها. تاني حاجة انا بصور ويدنج، تالت حاجة بصور منتجات وفاشن وخلافه، زائد الفيديوهات، فانا متخصص قوي في تصوير الاشخاص. فحاول على قد ما تقدر ما تتشعبش في اكتر من حاجة علشان تفكيرك يكون واحد، فتقدر تنجح في الحاجة المعينة اللي انت عايزها. سادس حاجه بقى لازم تعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه، بانك تتفرج على صور كتير وتشبع عينك من الالوان وتشبع عينك من كادرات والزوايا والبوزيس بتاعه التصوير، كل الكلام ده هيفيدك انت شخصيا. سابع وتامن حاجه الافكار والتنفيذ. الافكار انك تفكر وتحصر دماغك وتطلع بفكره قويه جدا بحيث ان اللي يشوفها يقول واو، وبعد ما تخلص تفكير تنفذها على طول، علشان التنفيذ بيبقى اصعب واهم من التفكير. علشان كده فكر ونفذ على طول، ما تستناش، علشان لو استنيت عليها الفكره بتموت والشغف بتاعك بيروح وبتتنسي خلاص. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو استفدت منه ممكن تعمل لي لايك وسبسكرايب على اليوتيوب علشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، ولو بتشوف الفيديو ده على الفيسبوك ياريت تعمل له فولو علشان تشوف كل جديد، واشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.